بيكم يا شباب في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا من الآخر. النهاردة حلقتنا للكورة. هو في حد ممكن يخاصم صاحبه عشان كورة؟ طلق زوجته عشان كورة؟ ممكن انت تكون أهلاوي ومراتك زملكاوية تتخانقوا مع بعض؟ هل الكورة أثرت في حياتنا؟ هل أنا أكرهك علشان انت زملكاوي بتشجع مانشستر ولا برشلونة او اي نادي او مدريد او الحاجات دي كلها؟ هل ممكن انت تخسر اعز الناس ليك انت بتشجع نادي وبيشجع نادي تاني؟ هنشوف النهاردة يا شباب موقف بين الزوج وزوجته بسبب الكرة. تعالوا نشوف اللي حصل. يلا بينا. طب ايه هو انت بردان ولا ايه؟ سلام يا اخوي، دمك خفيف قوي. اسمعوا، لو لا قدر الله حصل والاهلي جاب جون وقعدتوا تهيصوا وترفعوا الاعلام وتعملوا الشويتين بتوعكم دول، انا هحرقكم من المصروف وهديكم بالجزمه. بالجزمه؟ ده اسمه ظلم. ايوه ده ظلم. احنا في بيت ديمقراطي. بيت يا اخويا ديمقراطي؟ مين قال لك كده؟ انا عارف كده، وكل واحد من حقه يشجع الفريق اللي بيحبه بكل حريه. وبعدين اشمعنى انت معاك علم الزمالك؟ ايوه بس عمري ما رفعت ولا رقصت بيه زيكم كده من ساعه ما اتولدتوا. اوعى يالا اوعى هتطرف عينيا. احنا من ساعه ما دخلنا الدنيا واحنا على طول بنتفرج معاك على ماتشات الاهلي والزمالك، وانت عمرك ما كسبتنا ولا ماتش. ايه ده الماتش بدا؟ يا خساره. كنت عايزه اتفرج على ريبورتاج عملته من كام يوم، بس مش مهم، الماتش اهم. أيوة اهم. اهلي اهلي بلاش شغل الاهلاويه ده، هتقعد تشوشر عليا لغايه ما يجي فينا جول وتاخدين الدوكه. يا سلام، هو انت بتلعب معاهم وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ الريبورتاج بتاعك اهم. اهلي اهلي يا ولد يا ولد يا ولد. جون جون يا رجاء. ايه خلاص، ما انا عارفه انه جون. ايه الحكايه يعني؟ سمعت الزيطه بره والهيصه، عرفت ان الاهلي جاب جون. انا عارفه انه جاب زفت جون، لكن ايه ده؟ انت ازاي دخلت البيت وانت لابس الجزمه؟ انا منظفه سجاجيد. اسمك ايه دلوقتي يا عبد؟ انا داخل سمعت زيطه بره وهيصه، عرفت ان الاهلي جاب جون. الاهلي؟ طب وانا مالي؟ الاهلي يجيب جون وانا يتحرق دمي وانظف البيت من اول وجديد؟ انا عارف انك انت مستعده تموتي نفسك وتنظفي البيت وتمسحي البيت بس الزمالك يكسب مره، صح؟ يا سلام، يعني انتوا تجيبوا جوان وتفرحوا وتهللوا وانا اتهد حيلي وانظف سجاجيد من اول وجديد؟ انا عارف انك انت من جمعيه سنظل اوفياء. والزمالك قادم. ايه ده، انا ما اعرفش انهم قادمون بسرعه كده. اما اشوف مين على الباب. ايوه ها، شد حيلك يا رجاء. شد على الله يا علي. سلبتش لسه بخلص، وإن شاء الله هنعوض، ويمكن يمكن نكسب. لا مش باين أبدا يا علي، الماتش باين من أوله. طب ممكن أخش أتفرج معاك عشان الولاية الحرباية مراتي دي عمالة تغيظ فيا بالصبح بعد ما جيت جون ومخلياني مش عارف أركز. تعال على الأقل يعني ناخد بخاطر بعض. تعال سندينا رجاء. سند إيه؟ أنا قادرة أمشي لوحدي. سمير، انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي معادك هنا؟ وبتعمل ايه في الشقه دي؟ ايه كميه الاستغراب والاندهاش ده؟ واحد قاعد في بيته وانت داخل علي، انت اللي عايز ايه؟ مفيش، انا جاي اقعد مع مراتك شويه بس. لو اعرف انك انت هنا ما كنتش جيت على فكره. معلش يا علي، ما تزعلش نفسك ابدا. الحقيقه هو جاء على غفله، ما كنتش عارفه انه هيجي بدري كده. الله الله الله، ده انا بتقرطص علنا كده. الله. لا انا ما بقرطصكش، انت اللي مكبر الموضوع. يعني عايز تقعد مع مراتي لوحدكم وتقول لي مكبر الموضوع؟ ايوه، ما انا وهي زملكاويه يا اخي. يا
ياس 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 اي جات ات زملكاوي اقوله كده بصوا يلا اقعدوا بقى اقعدوا انا قاعد اتفرج عليكم وانتوا بتتقطعوا. علي تحب تشرب ايه؟ يعني بقى لي 40 سنه متجوزك عمرك ما قلت لي تحب تشرب ايه؟ هات لي ميه بسكر ده احسن حاسس ان روحي بتتسحب. مصدق مصدق يا مصدق يا جول اهلي جاب جول. لا اوف سايد اوف سايد. ايوه ايوه اوف سايد. ايوه ايوه الحكم ده قابض جول جول اهو. الراجل ده الراجل ده قابض قابض عشان نشوف الجمهور عامل ازاي. نفسي نكسب مره ابقى قابلني وساعتها هتشوفوا الوش التاني. يس ياه اهلي 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 ادخلوا ذاكروا بطلوا دعوات. انت اللي بطل تشجع كوره وشجع الاهلي بدل ما انت على طول زعلان كده. خليك تفرح شويه. بلاش استفزاز يا سوري الزمالك بيكسب ما بعايركمش على فكره. نفسنا تعيرنا احنا نفسنا تعيرنا بقالنا 13 سنه متجوزين يا علي مفيش مره الزمالك كسب فيهم الاهلي. ما انت وليا وش فار. انا فار يا علي. ايوه وش فار من ساعه ما اتجوزتك من 13 سنه والزمالك ما كسبش مره واحده بس. الله يرحم ايامك حسام حسن وعموما سنظل اوفياء. نفس الكلمتين الحمضانيين اللي بتقولوهم بعد ما تخسروا كل ماتش. سنظل اوفياء وقادمونا من الخلف يا شيخ اجري. يلا يا مامي. يلا يا حبيب مامي. من تلت شمال من هز جمال جايين بقى على صوت يشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم اديله عمري برضو قليل. فريق كبير فريق عظيم اديله عمري برضو قليل. بص لفوق واوعى الفخ ده الاهلي فوق مش تحت. بص لفوق واوعى الفخ الاهلي فوق مش تحت. شوفي يا كوتش منك ليها كلنا لازم نبص لمستقبل نادينا نادي القرن النادي الاهلي لان مستقبل اي نادي بيعتمد على جماهيره. اسم الله. وهو النادي الاهلي ناقص جماهير يا ام بيبو. ايوه يا ام ميمو طبعا ناقص جماهير. اطفال اليوم هم مشجعين المستقبل. والاطفال دول هنجيبهم منين يا اختي؟ يا اختي من اطفال الشوارع دول مليين الدنيا دول اكتر من الهم على القلب. ايش متشردين وايش متسولين. يعني انا قصدي على الاطفال دول هنجمعهم كلهم في دار متكامله هنعلمهم ونجيب لهم اكل وشرب ولبس ولعب. ولما يسالونا الاطفال الحلوين دول مين اللي جابوا لنا الحاجات الحلوه دي هنرد كلنا في نفس واحد ونقول لهم النادي الاهلي للالعاب الرياضيه. ويا اهلي يا مهنين هم يا حنين يا ماكينه. يا اهلي يا مهنين هم يا حنين يا ماكينه. مشجعات نادي الزمالك بص يا ستات بقى على رأي المثل الكروي ما بيقول اللي يتخض قدام الشبكة ما يجيبش فيها جوان واللي يخاف من الهزيمة ايه انتوا عارفين طبعا ان مشجعي نادي الزمالك من الرجالة اتنقطوا بعدد النقط اللي احنا فقدناه في الدوري. عشان كده انا عايزة اطبق مبدأ المساواة ما بين الرجل والمرأة. لازم احنا كمان زينا زي الرجالة نفرح بالنص ونتنقط وتجينا سكتة قلبية ونركب دعامات عند الهزيمة برضو. ولا انا بتكلم غلط؟ غلط ايه يا ام حسن؟ تفي من بقك يا اختي. ده انت كلامك موزون ومية مية وبتعبري بصحيح عن روح الفانيلا الخضرة. خضرتي يا ام حنفي قصدك البيضة. انا بقى اعرف نسوان كتير من العينة دي بس المهم علشان تكسبيهم لازم انت تقبجيهم. زمالك جوه في قلبي. زمالك جوه في قلبي. وخدنا الكاس من قلبي. ورجعنا لكم مرة تانية يا شباب وتعالوا نشوف موقف اخر للتعصب الكروي. يلا يا مصريين ارفع راسنا العبوا.
فاول لصلاح المنتخب مصر في منتصف ملعب المنتخب الجزائري. عايز اسمع الفيلم ويا دوب مخلص المواعيد. وهو الحاج عوض جي مش هيهنيني طبعا كالعادة على اي حد اسمح يا بوي. الماتش اشتغل يا بقول لك ايه يا انيسه، بلاش صداع، حطي لي انت بس طبق الفاكهه جنبي واقعدي ساكته. ماشي حاضر، انا هجيب لك طبق الفاكهه، بس انا مش بعرف اسكت خالص، انا هتفرج على الماتش. يلا يا جماعه، يلا ابو تريكه يا عميد. جول 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 جول، الله الله جول، الله الله يا رجاله يا رجاله بلدني، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رجاله بلدني. هو ده السلام يا رجاله، يلا بقى يلا. يا سلام يا اولاد، دايما رافعين راسنا والله. الراجل الجام يا حاج يا حاج يا عوض، ادي الفاكهه يا سيدي، هاي الفاكهه جنب اخوك. الله ايوه رجاله، ايوه رجاله، عليه العوض ومن العوض يا حاج عوض. شاعره والله، والله رجاله موس. بكره عايز تاكليها على الغدا يا حاج، اعمل لك صينيه بطاطس. ايه يا نيسه ونعمل بامي. بطل راغي امال، اعمل لك بستيات والله. البنت جريتنا امبارح، يلا ابو تريكه وصفه جديده شفتها في قناه فتافيت، حلوه خالص والله العظيم. ننزلها بطل راغي، عايز اسمع الماتش. ولا في سفره كمان يا ابو، والله العظيم حلوه يا حاج القناه كمان، تجيب اكلات سهله وبسيطه. بس يا بنت بطل راغي. سكت. حاضر يا حاج، انا اسفه انا اسفه، مش متكلمه تاني كمان. عايزك تاكل انت، كنت بسالك تاكلي تاكل رز ولا تاكل ملوخيه ولا تاكل ايه بالظبط؟ انا يعني يا باي. الله ايوه رجاله موس يا رب، انصر بلدنا. الله 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 يا رب، يا رب بلدنا يكسب. هم دول من بلدنا يا حاج، ساكنين هنا جارنا. بس يا بنت بطل راغي، والله العظيم لو كسبني باذن الله باذن الله، لو احياني ربنا هعمل رز بلبن ووزعه على بلدنا كله وحتى البلد اللي حداه. ايه يا نيسه؟ ايه يا حاج يا باي؟ يا سلام، وانا كلمتك اصلا؟ ايوه الراجل كان عنده سكر هيجيله القلب يا مراري. احلى حاجه في الكوره دي بتخلي لنا رجالتنا مجانين، اول مره نشوفهم هم مجانين بالطريقه دي يا بوي. ليه عامل كده هو؟ نحس ان هو لو ما قادر يدخل التلفزيون يجيب الجون هو كان عمل. الله يا ام التاني، صبرني يا رب على ما بليتني. سيبك انت، احلى حاجه في التلفزيون والله العظيم العيال عسلات، ربنا يحفظهم يا رب ويحميهم يا شباب. خلي بالك يا واد هتتعور، يا واد يا واد خلي بالك هتتعور، ما تجريش قوي كده، تغور الكوره تغور الكوره بالعيزي. ايه يا نيسه؟ اسكت يا نيسه. سكت يا اخوي، خلاص اهني سكت وخرست خالص، ماشي وسايبها لك خالص، هني داخله اوضتي. تصبح على خير، ما يخلص الماتش وبتعالي، ويقول لك خليك عندك. سلام، استغفر الله العظيم يا رب. جوزي الجان الراجل فرحان بالماتش اكتر ما كان فرحان يوم فرحنا. ده ايه وجع الدماغ ده يا ابوه؟ يا ريتني ما كنت قلت اقعد هنا، ده انا عايزالي برشمتين عشان الصداع وكوباية شاي كمان. شكله مصر هتكسب وانا هخسر. جوزي هي اليوم اللي ما طلع له الشمس ده يا ابوه. جزكوي زملكاوي، تدري يا حكم انت لو امامي كنت شلفطتك. اهو اهو، خش على خش جو جو. ايه ده الحكم ما حسبهاش؟ الحكم ايه الصوت ده؟ الماتش الماتش الماتش، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه يا ابني ده كان مجرد اكسيدنت. ايه ده؟ والله يا ابني انا روحت اشتري علم، لقيت العلم بخمسين جنيه. انت بتغير الموضوع ليه؟ يا ابني ما تزعقش لابوك، ما انت فريقك اللي بيخسر على طول وتقول لي سنظل اوفياء، وبعدين دول لعيبه كسبوا خسروا بياخدوا ملايين، تكسر التلفزيون اللي احنا جايبينه اس. انت بتزعق لابوك على الطلاق ضربك انت هم. ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بس معلش يا بابا. يا زميلي
مالك؟ قلت لي يا ابن محمد برني بقالي ساعة مش برد عليا. خلينا مع بعض يا عم. ليه كده؟ كان بيشتم حسام غالي وعبد الله السعيد. والله؟ واتخانقته بس؟ شبط. أحلى مسا عليك. إيه اللي جابك يا ابني؟ مش من عادتك شوف. والله أبويا بيسمع ماتش الزمالك اتعصب عليا فأنا خفت أسمع إن هو ماتش الأهلي والزمالك يعني. ضيعت والله. لا ما ينفعش كده. تعصب وحش. أنا ضده على فكرة. وأنا ضد التعصب. يلا. نعمل لكم انا يا شباب نصركم في طول اه ده ابويا بقى مبهدلين بعض ليه كده يا جماعه؟ انتوا مصريين يا جماعه لازم يكون في روح وطنيه بدل ما انتوا مطلعين روح بعض، والراجل ده متبهدل ليه؟ ده كل ده ليه عشان ماتشات؟ محدش يعرف يبهدلنا. طب اقعد بس انت عصبي ليه كده؟ يا عم انت خايف منه ولا ايه؟ خرج تشجيع كرة القدم عن مساره الصحيح وهو التسلية والمتعة من مشاهدة المباريات، وأصبحت وسيلة للاستفزاز والتعصب، وأصبحنا ننقسم بسبب مباراة لكرة القدم. الهدف الحقيقي لمشاهدة المباريات هو التسلية والمتعة، فلا تفسدوها بالتعصب. بجد يا شباب الكورة جميلة قوي، انت لازم تكون شخص رياضي، شخص ليك في الكورة. الكورة جميلة قوي، والجمهور والناس المشجعة ليك دي حاجة جميلة قوي، بس الوحش لما يزيد عن حده. من الآخر خليك وسط، ولا انت متشدد قوي لنادي معين ولا انت ما تشجعش، يعني خليك وسط. بعيدا عن الكلام ده كله، انا شباب اهلاوية وعارفين لو عرفت في الحلقة الجاية ان حد اسمعني من الزمالكاوية هفرح قوي. شوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.